في زحمة انشغال المصورين والصحفيين بكريستيانو رونالدو في كأس العالم، وفي زحمة دعاء الأرجنتينيين والبرشلونيين ومحبين ميسي إنه ياخذ كأس العالم، لأن هذا آخر كأس عالم لميسي وأيضا لرونالدو، هناك لاعب يفعل العجب العجاب في المونديال. أنتم ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ أكيد أن ملاحظين. مين هو؟ هو مبابي. هل سيكون خليفة رونالدو وميسي؟ معقول ولا ما معقول؟ هذا بخصص له حلقة خاصة في طفولته. شفت الصور، شفت الفيديوهات كيف كان يعلق في غرفة نومه صور رونالدو وكيف كان معجب فيه ودارت الدنيا وصار نجم كبير لا يقل عن رونالدو. هني لازم تعرفون أن تحقيق الأحلام ممكن وليس مستحيل. بتكلم عن هذا الموضوع في وقت آخر. تعرفون إلى الآن في كأس العالم 2022 ماذا فعل مبابي إلى الآن؟ شغل رهيب، شغل جبار، شغل ما سواه لا رونالدو ولا ميسي أساسا. المباراة الأولى اللي لعبها أمام استراليا سجل هدف زائد أسيست. في المباراة الثانية اللي لعبها أمام الدنمارك سجل هدفين مبابي. في المباراة الثالثة أمام تونس ما دخل إلا في الدقيقة 63، ما سجل وما صنع أي هدف. أما في المباراة الرابعة أمام بولندا سجل هدفين زائد واحد أسيست. إلى الآن 5 أهداف في كأس العالم 2022 و3 أسيست. هل ترشحه إنه يكون أفضل لاعب في البطولة في ظل وجود رونالدو وميسي وغيرهم من اللاعبين، أم لسه بدري عليه شوي؟ وهل تتوقع إنه ياخذ لقب الهداف ولا هذاك البرتغالي الصغير اللي عمره 21 للحين ما حرك ديزل وللحين ما انطلق؟ اكتب لي رأيك في التعليقات في أسفل الفيديو عزيزي المشاهد، ولا تنساني من اللايك والفولو.